السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج كاظم الساهر في عمر 60 عام بعد وفاة زوجته عرفيا. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا معانا عن الخبر المنتشر على السوشيال ميديا بخصوص زواج كاظم الساهر، وتزوج من أسطورة الرقص الشرقي، وهنعرف كل التفاصيل معانا في الفيديو. أصبح الفنان كاظم الساهر 64 عام وتصدر محركات البحث بعد تداول أنباء عن اكتشاف زواجه عرفيا من راقصة مصرية شهيرة. وأفاد بعض الصحف الفنية بزواج الفنان كاظم الساهر من الفنانة صفوة، وأخفى عن الجميع الخبر. وكشفت الفنانة صفوة سبب انتشار شائع حول الخبر المنتشر، وقالت إن ارتباطها أو علاقتها بكاظم الساهر علاقة عاطفية. قالت إن ده ما حصلش، وأوضحت بأنها كانت تعرف شخص في مكان ما وكان مهم جدا ويشبه الفنان كاظم الساهر، وأكدت أنه كان بيعتاد زيارتها في كواليس مسرحيتها قاعدين ليه، فاختلط الأمر على الجميع وعلى الناس، وظهرت الشائعة ارتباطها بوفاة كاظم الساهر. والفنانة والراقصة صفوة هي مشهورة فنيا كراقصة استعراضية بالأفلام، ثم بعد ذلك اعتزلت الرقص وتفرغت للتمثيل فقط، وهي من مواليد 31 مارس 1968. وكان آخر أعمال الفنانة صفوة كانت مشاركتها في مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير من إخراج زياد الوشاحي. أعلن سابقا الفنان كاظم الساهر وفاة زوجته عربات الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عبر صفحته الرسمية ناعيا له: إنا لله وإنا إليه راجعون. السيدة عربات الساهر والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله. ونشر الفنان كاظم الساهر الخبر وانهالت عليه بالتعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة. وكان من المقرر أن يحيي كاظم الساهر حفلا في شيكاغو ضمن جولته الأمريكية والكندية كمان، وتم تأجيل الحفل وباقي الحفلات بسبب وفاة زوجته عروبات الساهر.